السلام عليكم. معانا النهاردة عطل برضو، انا حبيت ان انا ايه الفت نظركم ليه. البوردة دي جات لنا اللي هي 6005 او 6305، هما الاتنين برضو نفس الفيرجن او نفس البوردة. الاي او بتاعها كان بيسخن سخونية عالية جدا، اللي هو طبعا احنا غيرناه، ده القديم. وطبعا ما بتقومش باور، اضطرينا ان احنا ناخده الاي او من بوردة قديمة عندنا. طبعا بعد ما ركبنا الاي او، البورده ما بتكودش او ما بتطلعش على البوست اي اكواد ولا اي حاجه، قسنا الفولتات بتاعتنا ما فيش اي مشكله، هي قامت باور لكن ما قامتش داتا. اتضح لينا او اكتشفنا ان احنا لما نيجي ننقل الاي او لازم ننقل معاه شبه البايوس، لان شبه البايوس هي ما كانتش بتكود. بمجرد ما نقلنا شبه البايوس اللي هي تبع الاي او برضو، نقلناه، البوردة كودت واشتغلت زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. ابتدي تتحمل، مش اي مشاكل اهي. يبقى احنا معلومة بعد كده لما نحب نغير الاي او يا جماعة، هنغير معاه شبه البايوس بالنسبة ل 6005 و 6305 زي ما انتم شايفين. شكرا.